نحن لدينا الآن طبعا أيضا يجب أن نشير إلى أن وعي الجيل الأصغر الأقل من 34 عاما في الولايات المتحدة إنما هو داعم للحق الفلسطيني أكثر من كبار السن. 27% من الشباب أقل من 34 عاما يدعمون إسرائيل مقابل 81% لمن هم أكبر من 65 عاما. نحن لدينا الأجيال الأكبر من 34 طبعا هذه نسبة تزداد يعني 34 سنة فأقل 27% فقط بيدعموا إسرائيل. النسبة هذه إلى تصل إلى 81% لمن هم أكبر من 65. من خلال استماعي حتى ومشاهداتي خلال الفترات الماضية شاهدت ذلك تراجع حدة الدعم الكبير. طبعا على مستوى الشارع هناك مظاهرات في عدد كبير من الولايات وخاصة في المدن الكبرى، هناك مظاهرات في شيكاغو، هناك مظاهرات في العاصمة واشنطن دي سي، هناك بنسلفانيا، هناك مظاهرات في نيويورك،